أرحب بكم أيها الأحباء في هذه المناسبة الجليلة. نرحب بالسيد المحافظ وبصحبه الكرام كل الأحباء وكل القيادات. زيارة تاريخية لقداستك لهذه المحافظة. سعيد ان انا قابلت قداستك، دي مش اول مرة، ولكن دايما يجمعنا الظروف السعيدة والسعادة والخير يعم على بلدنا وعلى اهلنا في الفيوم وعلى مصر كلها وعلى كل العالم. ربنا يحفظ اهلنا ويحفظ مصر كلها.